السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم راح أبين كيفية عمل جيل بريك لبلاي ستيشن 4 على الإصدار 7.55 حتى تشغل عندك كل الألعاب الجديدة اللي نزلتها شركة سوني. فقبل ما أبدي لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات حتى تكون بعلم بالفيديوهات الجديدة. وخلينا نبلش بالبداية. أهم شيء إنه تحدث جهازك على الإصدار 7.55 أوفلاين، أي بدون الإنترنت. ولكي أعمل جيل بريك على الإصدار 7.55 أوفلاين تنزل السوفتوير من الرابط الموجود في أسفل الوصف. لاحظ هنا أنا آني نزلته، وتحتاج إلى فلاشة حتى تحدث جهاز بلاي ستيشن 4 أوفلاين. فربطت آني، تلاحظ هنا هاي الفلاشة لح أفرمتها، يتفرمت الفلاشة على الإصدار فات، تلاحظ هنا فات 32، وأقول له ستارت. تحتاج الى فلاشة ولا لابتوب حتى تقدر تعمل الجيل بريك. هاي متيه منه لأي سؤال. فتلاحظ هسه الفلاشة صارت على الامتداد فات 32. راح اسوي داخل الفلاشة اسوي فولدر، نيو فولدر، فاسمي فولدر PS4، هاي اول شيء كابتل لتر، وداخل PS4 اسوي ايضا نيو فولدر اخر واسمي ابديت، اب ديت كابتل لتر، تلاحظ هنا نفس هذا السبيلينج. وداخل هذا راح اجي انقل الملف اللي انا حملته، تلاحظ هنا هذا سوي له كات، واروح على الفلاشة، هاي الفلاشة داخل بلاي ستيشن 4 الابديت، واسوي له لصق بيست. الآن بعد ما تم نقل السوفتوير داخل الابديت في الفلاشة تغير الاسم. لاحظ جي صير فقط PS4 ابديت، انتظر هذا الاسم. اذا غير هذا الاسم ما راح يقرأ جهاز بلاي ستيشن 4 هذا التحديث، لازم فقط هذا الاسم. هسه كملت عندنا بالنسبة الى عمل الفلاشة. سنحتاج ناخذ الفلاشة نربطها بالجهاز بلاي ستيشن 4 ونحدثه على هذا الاصدار حتى تتم عملية عمل جيل بريك. الان شغلنا جهاز بلاي ستيشن 4، الفلاشة اللي كملتها وضعت بها الاصدار 7.55. خلينا نجي نشوف الاصدار اللي في جهازي، الاعدادات الى النظام، معلومات النظام. تلاحظ هنا على الاصدار 6.72، انا استمرت على 6.72، ما حدثت على 7.05 لان ماكو العاب كانت تشتغل جديده على هذا الاصدار، ولكن 7.55 العاب جديده كلها تشتغل. فنخرج، تاكد من انه الانترنت مطفي. هسه الان تلاحظ هنا الشبكه الانترنت مطفي، ولح اربط الفلاش. بعد ربط الفلاشه لح اروح على الاعدادات، ومن الاعدادات نذهب الى تحديث. تلاحظ هنا تتوفر نسخة تالية من برمجيات النظام 7.55، هاي باستخدام الفلاشة مربوطة على جهاز بلاي ستيشن 4. اقول له التالي واقول له تحديث. بالنسبة لي يسأل الألعاب هل تختفي أي عملية تحديث للجهاز، تلاحظ هنا 7.55 ما يخفي أي ألعاب أو يمسحها. تلاحظ هنا نجي نشيك الإصدار، الإعدادات والنظام، معلومات النظام. صار الإصدار عندي 7.55 بعد ما أحتاج الفلاش. أفصل الفلاش. هسه كملت تحديث الجهاز. هسه شو اسوي؟ هسه لازم نربط الجهاز بالانترنت، ولكن قبل ربط الجهاز بالانترنت لازم تتاكد ان التنزيلات التلقائيه ملغي كل التاشيرات.
مال التنزيلات التلقائية حتى بيتحدث النظام عند ربط الانترنت. نخرج واروح على الشبكة نشر اتصال بالانترنت، ادخل على اتصال الواي فاي سهل. راجع اخرج ادخل على المتصفح. زين بدي اخذ على المتصفح، انا سابقا كنت مسوي جيل بريك على 6 بوينت فلازم نمسح هذا كليته، فراح اضغط على اوبشن، ومن الاوبشن راح ندخل على سجل التاريخي اوبشن، بس يحل السجل التاريخي نقول له موافق، ارجع ايضا اوبشن الاعدادات. زين تجي هنا مسح بيانات الموقع نقول له موافق، حذف ملفات الارتباط نقول له موافق، كلتها نمسحها. نخرج الآن وادخل الرابط التالي موجود في اسفل الوصف. بعد ما دخلنا راح ندخل على 7.55، اذا كنت تريد على 7.51 او 7.50 لازم تنزل اصدار 7.50 بالنسبه للسوفت وير. انا نزلت 7.55 فراح اضغط على 7.55 بس انتظر يكمل التحديث، اهم شيء يكمل التحديث. بالنسبة إذا كنت تريد تسوي جيل بريك على 7.50 أو 7.51 لازم تنزل سوفت وير 7.50 أو 51. أنا نزلت سوفت وير على إصدار 7.55 فراح أنتظر تحميل البيج ينتهي كليته وبعدين أضغط على 7.55. تنتظر كمل بعد ما ضغط على 7.55 إلى الآن. انتظار التحميل البيج او الصفحة وبعدها يبدأ يسوي installation offline. الآن كمل تنزيل البيج أوفلاين، يقول لك اخرج وارجع ادخل من جديد، فلاح اخرج من المتصفح، خرجت من المتصفح وارجع ادخل للمتصفح مرة اخرى. واضغط على 7.55 لان اني نزلت هذا الاصدار.
راح نضغط على ميرانو. تبغى تظل ضغط اوكي يعيد كرة الى ان يكمل الميرا. حتى لو تكررت عدك مرات المهم تجيه اول مرة بعدين طفي الانترنت. الآن اشتغل الجيل بريك طبعا بعد محاولات فوق 10-15-20 قليلة تبقى تحاول الانترنت مربوط بالجهاز وتبقى تستمر 15-15 محاولة إلى أن يقبل. بعد ما عملية يقبل تنتظر يحمل. الآن خرج الجهاز بحده ومن المتصفح تنتظر إلى أن يخرج المتصفح من بحده مو تطلع أنت. لا هسه اشتغل عندك الجيل بريك على الإعدادات تلاحظ هنا والجيم وانستل باكج. وكان هذا فيديو اليوم. لا تنسى بالاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتبه تحت بالتعليقات وسنستعلم أقرب فرصة ممكنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.